اخوان السلام عليكم. فيديو اخر اليوم هي الثلاثاء، بغيت غير نبين لكم كيفاش كيحترموا هنا السير وكيفاش يحترموا بعضياتهم. شوف هنا راه كاين ستوب، الا شفتوا على اليمين كاينه ستوب، واخا ما كاينش فروج، ما كاينش لا لوميير، ما كاينش الضوء الاحمر. شوف هنا ما تسمع لا كلاكسون لا والو، انت كتوصل الخط، واحد الخط الابيض كتعقل على هذاك اللي كان قبل منك كتخليه يدوز، سهله. ها انت كل واحد يعقل على هذاك اللي جا قبل منه وتيدوز، ما كاين لا كلاكسون لا والو، احترام احترام تام. ها انت مثلا انا غنجيك لهنا، انا عقلت على هذا اللي قدامي، ها هما دازوا جوج، شيه ما كاين حتى واحد على اليسار، ولا كان شي واحد على اليسار ولا على اليمين تنعقل عليه ومن بعد كندوز صافي. ما احترام تام، ما كاينش هذا احسن مني وعلاش نخلي ليه الطريق وعلاش، ولا فيما مشيتي في كندا كامله كاينه هذه القضيه هذه، فيما مشيتي ما كاينش كلاكسون والاحترام بدون ضوء، لان ماشي كاع في لي زانترسيكسيون دايرين فيهم الضوء الاحمر، ماشي كاع لي زانترسيكسيون تتوصل واحد البلاصه كتوقف كتعقل على هذاك اللي جا قبل منك، لا على اليمين ولا على اليسار، ديما انت عقل على هذوك اللي كانوا واقفين قبل منك ومن بعد كدوز صافي. كيدوزو هما كدوز انت، وكل واحد كيعقل على داك اللي من بعد منه، الاحترام التام. هادشي باش نوصلوا ليه حنا في البلدان ديالنا سير سنوات وسنوات، سنوات ماشي سنوات عاديه، سنوات ضوئيه سنوات ضوئيه باش توصل لهادشي. ايوا الله يديم خلق، الله يديم خلق. داكشي راه جي غير من الوعي، انسان الوعي. وكان هذا غير فيديو باش نبين لكم الاحترام، لان هاد القضيه ديال الاحترام بعضياتهم عجباني هنا بزاف بزاف بزاف، وكنتمناها ان تطبق في البلدان ديالنا، تطبق في البلدان ديالنا العربيه، خصوصا المغرب العربي، المغرب الجزائر وتونس. انا كنعرفهم بانهم كيهضروا بالكلاكسون، تيتعايروا بالكلاكسون، السبان بالكلاكسون، شي ما تيرضى بشي. يلا ما نطولوش اكثر من هادشي، كان هذا غير فيديو باش نبين لكم كيفاش كيتعاملوا بعضياتهم. يلا الى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر بحول الله. السلام عليكم.